أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا هي حصة موجهة للأولياء كيفاش يتعاملوا مع الحالات اللي تواجههم في التربية تاع ولادهم. حبيتها علاش؟ لأنه بالمرات الأولياء يتسألوا يا هل ترى كيفاش ندير، ولدي عنده الحمى، ولدي ماهوش يقرا مليح، ولدي كاين بعض التساؤلات اللي احنا من خلال هذه الحصص هذو رايحين نجاوبوا عليهم مع أخصائيين في كل في شتى المجالات. اليوم حصة مهمة، مهمة هي ابتلاع المواد الكوية، سي لانجستيون دو برودوي كوستيك. يعني الطفل بالمرات في البيت ولا قادر يبلع أي مادة هكذا والأولياء ما يعرفوش واش يديروا. من خلال هذه الحصة هذه راح نحاولوا كيفاش نجاوبوا على هذه التساؤلات هذه. إذا راح نطحبوا معايا بأخصائيين. أول أخصائي هي الدكتورة دوادي ريم. تفضلي معنا دكتورة، تفضلي. تفضلي. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. تفضلي دكتورة ريم، أخصائية في جراحة الأطفال. معنا كذلك كالمعتاد الأستاذ لابري. لابري تفضل أستاذ لابري نور الدين. مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. مرحبا، تفضل أستاذ لابري نور الدين، مختص في علوم التربية. كذلك ما نقدرش نتكلموا على هذه المواد وهذه الحوادث هذه بلا ما ترحبوا معايا بالملازم الأول مراد. تفضل 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 أستاذ. أستاذ مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. تفضل 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 تفضل. وكذلك حبينا نستضفوا من بعد تفهموا علاش الأنسة بوخديمي. تفضلي أنسة، تفضلي. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، تفضلي. وكالمعتاد في بداية كل حصة نستقبلوا طفل أو طفلة. تفضلي ياسمين، تعالي تعالي تعالي. واش راكي؟ سبب بنتي لاباس. انا نحب كي نبدا الحصه نوجه نداء للاولياء والاطفال كذلك باش يروحوا يديروا الواجبات تاعهم. اذا ياسمين، حبيناك اليوم تكلمينا على الواجبات نتاعك. كي ديري الواجبات نتاعك انت يا كي تدخلي من المدرسه واش تبداي ديري؟ تصبي الحليب. واش ديري الواجبات تاعك؟ ديريهم ترتاحي شويه باش ديريهم ولا تسبقي فيهم؟ سبقي بهم. اوه برافو برافو، سبقي بهم بعد تروحي ترتاحي حتى في العطله، يعني في نهايه الاسبوع وكامل نقراو الجمعه بالك نرتاحوا شويه، بصح حسب نقراو شويه يا اخي. اذا اليوم راح تروحي ديري الواجب تاعك في هذا المكتب الجميل هذا اللي وجدناه لك. تفضلي تفضلي ياسمين، تفضلي. وانتم كذلك يا اطفال لكم تشوفوا فينا، هذا هو الوقت باش تروحوا تقراو وديروا الواجب تاعكم. يلا تفضلوا. في هذا العدد اللي خصصناه للحوادث المنزليه اللي هي الاولياء كامل في التربيه نتاع اولادهم يواجهوا هذا المشكل هذا، وبالمرات ما يعرفوش واش يديروا ما يعرفوش واش يديروا. على هذا اللي جبنا معنا اليوم اخصائيين يتكلموا لنا على الحوادث المنزليه. ولكن اليوم كاين نقطه هي ابتلاع المواد الكويه، سي لانجستيون دو برودوي كوستيك. دونك جبنا معنا اليوم اخصائيين، ماذا بينا دكتورة 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 دوادي ريم اللي راهي معنا اليوم، شرفتنا بالحضور تاعها. هي مختصة في جراحة الأطفال. ماذا بينا تكلمينا على هذا الموضوع هذا، كيفاش تشوفيه أنت وكيفاش تقدري تخاطبي الأولياء في هذا الموضوع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على استضافتنا في هذا الحصة. مرحبا بك، مرحبا بك مدام. يسلمك. ألوغ نبداو دابور نعرفوا المواد الكوية هذه شنو هي. هي أي مادة كيميائية قد تدخل في المنزل وتسبب لنا حوادث وحرائق في الجسم الانسان تاعنا. بون مع هذا الوقت ونشوفوا بتعدد هذه الوسائل، وسائل التنظيف، وسائل الاستعدادات الاستعمالات اليوميه. بالضبط، درك كاين تاع الاواني، كاين تاع الاواني دوك رانا نشوفوا. بكري كان عندنا واحد صابون طرش فوالا، يابي ثلاثة ولا ماكسيموم أربعة مواد. بالضبط، درك افيك تو سكي ديسبونيبل في السوق تاعنا
دونك نشوفوا بزاف المواد الكيميائيه دونك نخدموا بها قدرت تكون استعمالات تنظيف المساحات تنظيف الاواني قدر تنظيف الحديد بالضبط في الحطب فوالا في لي غاراج مع الاب دونك لاسيد تاع لي باتري لي ديليون دونك كل هذه المواد قادر تمد لنا حوادث خطيره جدا واللي للاسف تؤدي الى كثير من المضاعفات اللي احنا من الجانب الطبي نشوفوها ثقيله بزاف ولكن لا يجب الاستهانه بها. بالضبط بالضبط. شكرا شكرا استاذه. اذا الملازم الاول سي يوسف مراد، كنا استضفناك في حصه كذلك كانت تكلم على الحوادث المنزليه وكانت كنتكلم على الحروق وكمان اليوم عاود جبناك. ماذا بنا لان الحمايه المدنيه على ما نظن عندها كما يقول عمو يزيد ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الانذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. حنا لازم تفهمنا اليوم رجل الاطفاء هذا رجال الحمايه المدنيه كيفاش يتعاملوا مع هذا النوع من الحوادث. على بالي بلي الاولياء لما يكلموكم في الهاتف على رقم 14 اللي نديروا نداء الاولياء او كامل كيكون عندهم مشكل ما عليهم اللي يتصلوا برقم 14 اللي هي الحمايه المدنيه. كيفاش الاولياء كيتصلوا بكم وهما مرتبكين هكذاك وليدو بلعك شي حاجه باسكو الاولياء بالمرات ما على بالوش يخاف وليدو يضيع منه ويخاف كيفاش ننصحوهم وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع هذا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. والله سي يزيد هذا شرف لنا ربي يطول عمرك كاسره تاع الحمايه المدنيه باش نشاركوا في الحصه تاعكم تاع اولادنا تحت جناحنا ومن خلال الحصه باش نقدموا الارشادات اللازمه للاولياء الاولياء والاباء والامهات باش كيفاش الوقايه للاطفال تاعهم. كما تفضلنا في الحصه الاولى اللي تقدمها هو الاتصال برقم 14 بالضبط ونذكر باللي رقم 14 هو للحمايه المدنيه ونحن في الخدمه وتحت التصرف كاع تاع الشعب الجزائري. الله يبارك. هذه من جهه، من جهه ثانيه رقم كيتصل كيتصل الاولياء كيتصلوا مع رجال الحمايه المدنيه كما ذكرنا في الحصه الاولى يكون هلع الخوف بالضبط ما يقدرش يمد ما يقدرش احنا ديفوا نسالوه ويقول لك يعني تحتاجوا بعض المعلومات معلومات هي مهمه دقيقه لانه سياره الاسعاف وهي رايحه مليح انه الطبيب ولا يكون عنده المعلومات يكون عنده معلومات بالضبط بالضبط مهم يكون في حال تاع هلع يمكن يقول انا وليدي مات وليدي مات وليدي مات بالضبط احنا نسيو نهدئوه بالضبط حتى الهاتفي يولي يلعب دور سيكولوجي يعني لازم. هذاك لازم. نسيو كيفاش نهدئوه باش نطلبوا من عنده المعلومات الكافيه السن تاع الطفل الماده نوع اللي يشربها هي اكيد نوع الماده ضروري نوع الماده اللي يشربها حتى نتمكن من تشخيص يعني الحاله باش نعرف واش نبعث لان سياره الاسعاف الان ما تخفلكمش راهي تقريبا كل سيارات الاسعاف الحمايه المدنيه مجهزه بطبيب بالضبط. طبيب الحمايه المدنيه زياده على العتاد اللي فيها زياده على العتاد هي مجهزه وكذلك احنا باسكو علاش الوقت حتى باش ندخل فيه يمكن يكون مع تعرفوا دوك الاستحام الموجود يعني بالضبط. 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 يمكن ديفو يطلب لنا يقول لك الحمايه المدنيه جاتنا متاخره شويه ولا بس احنا شفت حاجه حبيت نتكلم عليها شفت اعوان الحمايه المدنيه في الموتو في الدراجات الناريه اكيد شيء جميل هو الله جميل هذا تاع الدراجات الناريه كان خمم فيها السيد المدير العام العقيد الهبيري حتى في التدخل يعني جات تلقى يعني شكاوي حتى في التاخر وكذا خمم في طريقه يعني جميل كيفاش جميل. كيفاش حتى باش نتفاداو هذا الازدحام انا شفتهم عجبني الحال وطريقه يعني حتى الناس يعني استحسنوا الطريقه لا شيء مليح يعني نحسوا باللي التدخل السريع هناك قرب من المواطن يعني من انشغالات المواطن يعني المواطن عنده انشغالات نحسوا بالحمايه المدنيه يتماشى مع الانشغالات تاع المواطن شيء جميل جميل جدا نعرف الماده سي يزيد انا ماذا بيا نديروا ثاني نداء للناس باش ما يمشوش في لابون داري دورجونس هذا النداء راني نديرو يا اولياء ماذا بكم من فضلكم لانكم رايحين تنقدوا ناس هذيك لابون داري دورجونس سبيبة الوقوف الضروري ماشي مديوره باش نمشوا فيها مديوره لومبيلونس مديوره الحالات الاستعجاليه اذا هذا نداء نوجهوه من هذا المنبر هذا من فضلكم اجتنبوا هذيك سبيبة الوقوف الضروري لابون داري دورجونس ما تمشوش فيها من فضلكم كما قلت لك سي يزيد عاودوا للموضوع عندما نعرف الماده وشنو هي احنا نقدموا نصائح
بالضبط. باسكو الوقت هذاك اللي باش نوصلوا فيه حتى ممكن يعني يديرك شي حاجه نقدموا نصائح للاباء وللاولياء الاباء والامهات حتى يعني في هذه الماده هذه وبالك تشاطرني الراي للدكتوره ما يقدموا احنا نقول لهم اللي بتقدموا لهمش اي شيء سواء باسكو كاين اللي يقول لك يشرب المواد كجافير ولا هذا يشرب الحليب يشرب الحليب حتى الحريق هذاك ويقول لك يشرب الحليب واحد يقول لك اعطي له فنجان تاع زيت الزيتون واحد كل ام وكل اب كيفاش يتصرف صح كاين اللي يقول لك اللي يفكر مباشره في عمليه التقيؤ يقول لك باش نخرج نخرج هذاك وهذاك يزيد يسبب له ضرر اخر نخلي الاخصائيه هي اللي تكلم فيه على كل حال في هذه ماذا فينا وهذا يتجنب حتى باش نجربوا الاضطرابات يعني اخرى حتى تجي سياره الاسعاف مع الطبيب نقدموا الاسعافات الاوليه وحنا نوجههم مباشره الى المستشفى اللي نقدموهم في ايادي امنه كالدكاتره اللي يقوموا هم عليهم بالعلاج. ماذا بيا سي نور الدين لابري ماذا بيا تكلمني على الجانب التربوي بما انك مختص في علوم التربيه وكامل بما انك مارست في الميدان اكثر من 30 سنه وانت مع مع الاطفال في الميدان التعليمي وكامل ماذا بينا تعطينا الجانب التربوي نتاع هذا الموضوع هذا اللي هو تناول هذه المواد الكويه اللي هي لي برودوي كوستيك. شكرا سي يزيد ولكن خليني نعبر لك عن سعادتي لما شفتك انت في هذه الحصه الموقره طول عمرك تتكلم كثير عن وتستعمل كثير الصفه نتاع تربوي وتتكلم عن التربيه وخاصه ان الشيء اللي عجبني هو انه في هذه الحصه دائما تدعو اطراف مختلفه ليست بالضروره من اهل التربيه او من اهل التعليم او من الاسره التربويه مثلا حضارات الملزم الاول من الحمايه المدنيه الاخت وليه من اولياء التلاميذ الطبيبه المختصه وفي الحصه السابقه كذلك طبيبه مختصه في امراض اخرى اللي تخص بالاطفال وهذا دليل واش دليل ان العمليه التربويه بصفه عامه ليست على عاتقي او مسؤوليتي المدرسه فحسب وحدها هي معادله مركبه بارك الله فيك بالضبط. وتهم الجميع بالضبط. وخاصه الاعلام وانتم بالضبط. من رجال الاعلام انتم تلعبون دوركم كذلك بالضبط. وحتى المجتمع المدني في جمعيات مختلفه لابد ان تساهم في العمليه التربويه وانا نذكر كتاب قريته لامرأة شخصية أمريكية معروفة في الحقيقة في حتى احنا في الجزائر نعرفوها لأنها ترشحت للانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة هيلاري كلينتون كتبت كتاب مهم جدا في مخص الشباب وفي مخص التربية على الأطفال سمته Il faut tout un village مترجم إلى الفرنسوية من الإنجليزية بطبيعة الحال Il faut tout un village pour éduquer un enfant لابد من قرية كاملها من أجل التربية باش نربيو الطفل واحد هذه المقدمة اللي حبيت نديرها اللي باللي جميل التربية جميل. لازم مهمة الجميع مهمة الجميع أنا هذه دائما المدرسة أنا من أول وهلة دائما نقول الطفل كي نشوفوه باش نكونوا مجتمع ناجح لازم هذاك الطفل تشوفه وليدك باسكو إذا كان قلت ابن الآخر خلاص بارك الله خلاص بارك الله كنا الجد يربي العم يربي الخال يربي البقال يربي وكان تدخل عند البقال وما تقولوش صباح الخير عمي نعم. العشية يقول باباك نعم يعني هذه المعادلة المركبة أما في المدرسة بطبيعة الحال لها دور تربوي مباشر للطفل بالضبط العملية التربوية لأنه يقضي وقت طويل في المدرسة لا ولكن هو المستهدف بالضبط الطفل التلميذ هو المستهدف بالضبط ولكن هذا لا يكفي فالمحيط نتاعو والعائلة نتاعو وكذا هم كذلك المدرسة قادرة تلعب دور ولو غير مباشر نعطيك مثال في بعض الأنظمة التربوية كاين باش نرجع للموضوع نتاعنا تاع اليوم كاين ما يسمى بحصة تاع السكوريزم بالضبط يديروها للتلاميذ بالضبط للسكوريزم يديروها للتلاميذ لماذا؟ لأن التلميذ من هو؟ الإسعافات الأولية لأن التلميذ من هو؟ هو رجل المستقبل بالضبط تلميذة هي امرأة المستقبل ستصبح أما حقيقة دي فوا حادث بسيط في الطريق في الطريق في الطريق بارك الله فيك مليح أن الإنسان يعني يعرف الإسعافات الأولية بارك الله فيك وزيدك حاجة أخرى فيما يخص الحقن لبيكير ضوك تعرف لي باللي مرض السكري تفشى شوية بالضبط في العالم بأسره
كاين عائلات كاين اكثر من 4 مليون نعم يديروا يديروا الحقنه يوميا او حتى الحقنه نتاع 8 في الاسبوع بالضبط الزونتيبيوتيك حتى يروحوا يشوفوا فرمليه ممرضه او يديوا المستشفى كل يوم الشيخ هذاك ولا ولا الطفل ولا باش يديروا الحقنه بينما في المدرسه يجيبوا لا غرون بوبي هذيك اون بلاستيك ويجيبوا ان انفيرميه ولا اميسا ويعلم الاولاد الاسعافات الاوليه كلهم يديروا الحقنه هذه باش باش نرجع الى الاسعافات الاوليه جميل جميل. اللي يكون يعرفها وحتى الاخطار واش لازم بالضبط ندير بالضبط. في انتظار الحمايه المدنيه في انتظار الطبيب هذا تدخل في الثقافه العامه مرات ممكن انك تصعب الشيء على الطبيب ولا على المسعف ولا تصعب عليه الشيء لما تدير حاجه اللي ما لازمش ديرها بارك الله فيك بالضبط. دونك يصبحوا دي ريفليكس في المجتمع بالضبط. بالضبط. لما تحدث حوادث سواء في البيت سواء للطيف سواء لواحد شويه اكبر سواء خارج البيت وهكذا نربي بالضبط. المجتمع بالضبط. المدرسه تساهم المدرسه متفتحه وعلاش انا دائما نقول ما ننتظرش حتى يحدث تفوت الاوان من بعد نبدا بالضبط. نبدا لو كان غير لو كان غير وكان غير ولكن احنا الحمايه المدنيه انا نقول لك بكل تواضع بالضبط ويشهدوا عليا اللي كانوا يخدموا معايا مره مرتين في السنه أنا أدعو الحماية المدنية يجوني إلى المدرسة بالضبط. ويجتمعون مع التلاميذ أنا عمو يزيد لهم أغنية أنا عارف يعني بارك الله فيك لا بارك الله فيك الحمد لله يعني حتى الشرطة حتى الشرطة يعني ولو نخرج أنا جايلها أنا جايلها حتى الشرطة أنا أدعو دائما الشرطة بالضبط. تأتي إلى بالضبط. المدرسة باش يعرفها مؤسسات جوارية مؤسسات جوارية بارك الله سيدي يفوند لا بروكسيميتي هو اللي عايش معنا هو اللي يجي يسعفك هو اللي يسلكك هو اللي يسلكك سادة حقيقة كاين هاد لي برودوي اللي نتكلموا عليهم هادو كوستيك اللي هما المواد مواد التنظيف توسكي بودر بالك قادرة تكون سائلة أو صلبة وقادر تكون قادرة بالضبط بالك بزاف ناس عم بالهم غير المواد السائلة جافيل وديترجون والآخر ولكن كاين لابودر كاين كاين بزاف حوايج كاين لاسيد كاين بزاف حاجات قادرة تتأثر إلى عواقب لا وخيمة وخيمة, وخيمة. كاين ثاني استاذ معليش بالك ماناش في نفس السياق ولكن بالمرات واحد تحصل له حاجه طفل حبه حلوه نعم حبه حلوه حبه كاوكاو حبه منش عارف انا شفت هذا الموضوع بزاف ماذا بينا كون تعطينا نصائح شويه الاولياء في هذا لهذا الشيء انا انصح الاولياء انه الطفل قبل العامين نشوفوها غالبا الطفل قبل العامين ما نتفاداو نمدوا له حوايج صغيره كاين يعني كاوكاو حاجه يابسه يعني نعم حبه حلوه كاوكاو اخر حاجه ما نقدروش نتحكموا فيها وشفنا اذا يا اولياء لا كاوكاو ولا حلوى قبل العامين حقيقه لاحظنا حالات وفاه بطفل صغير حبه كاوكاو فاتت من القصبات الهوائيه ادت الى وفاه قبل الوصول الى المستشفى يعني مش كارثه حوادث كارثه نحن اشياء بسيطه بالنسبه لنا نحن طفل اللي ياكل الكاوكاو يشوف باباه يمثل الاخر مي دي فوا جوي يا اخي مام لي جوي كي تشريهم كاين دي جوي لانه ناسيونال نلقاو العمر محدد هذا اللعبه ولا هذا الجوي يفو با لو دوني ان انفون اقل من هذا العمر بالضبط بالضبط شيء جميل وفي نفس السياق في نفس السياق ماذا بينا مام المواد الكاويه هذه نهضروا على ليتيكتاج والفلاكوناج تاعهم يعني بالنسبه للمنتج بالضبط المنتج اتونيغ ايلواني دي زونفون ولا من بالضبط سي دي نورم كيما حنا لو بوشون ندوا باتخ ما يقدرش الطفل صغير يحلو بالضبط بالضبط كي نشوفوا مواد المواد هذه عند اللي نستوردوها من الخارج مقارنه مع المواد بالضبط اللي راهي منتجه عندنا احنا كبار في بعض الحالات باش نفتحوا البوشون هذاك لازم تقرا دابور لازم يفوس في لا فلاش لازم نعبزها هكذا انا شفتها في الادويه في الولايات المتحده والبلدان الاوروبيه الادويه وكما ديرش لا فلاش مع لا فلاش ما تقدرش تفتحها ما تقدرش تفتحها شيء جميل جميل لازم هذه حتى الادويه استاذه كنا نتكلموا من قبيله المواد حتى الادويه لازم الاولياء يرد باله الدواء ديالو يخبيه بعيد بيان سور هذه المواد ما تتحطش في اماكن اقل للطفل فاسيلمون يقدر يروح لها دونك لازم في لابوطه فارماسي بعيده وكامل وكما قلت لك ماذا بينا هذا نداء كذلك للمصنعين اللي ما لاكش نهار يديروا لو بوشون اللي ما يتحلش بسهوله بسهوله لازم حتى الاخر والامهات والخطا اللي كما تطرق الاستاذ وقالوا تاع الجافيل نديروا في القرعه تاع هذه سيكورو هذه دونك ولا الاب مثلا يجيب لو ديليون يفرغ لو فلاكون يديروا في القرعه تاع الماء سعيده والاخر
قرعه تاع الكازوز ينحي لها الاخر يدير فيها الفلافون يعمر فيه هنا بالضبط. ماذا بينا نتفاداو هادو؟ لانه نحب نحذر الاولياء لو برودوي هذاك ناخذه اليوم ولا ياخذه الطفل اليوم، ولكن مده الفعاليه تاعو قادر تروح حتى العامين 18 شهر وهو مازال يحدث الاعراض في جسم الانسان، يعني ماشي غير وقت هذاك اللي خذا دوك الضرر تاعو قادر يطول في الوقت. فوالا تري بيان. انا ساب خدمي تفضل استاذ تفضل برك تفضل. نقطه واحده لازم باش نعرفوا بان في علم النفس الطفل بعد البحوث التي صرات ان الطفل حتى 3 سنين تقريبا يكون في نمو، وحتى من بعد في اطار نمو الطفل حتى 3 سنين ماذا يحدث فيه؟ يحدث فيه نمو جسدي، نمو حركي، نمو عاطفي، وحتى النظر سنسوريال يعني بعض الحواس. اذا الطفل حتى في هذه الفتره هذه يولي ينظر ويولي يشوف، يعني يشوف يميز في الاشياء، يولي يتحرك، يولي يحبو واحيانا يقف بالضبط، ويولي يعرف يصل يتمكن من الوصول الى الاشياء الاخرى. في هذه الفتره الطفل يكتشف، يحب يكتشف، وكل ما يجده بمتناول يديه الا وياخذه، واين يضعه، وين يديره الا ويروح. هذه طبيعه فمه. بالضبط بالضبط بالضبط. يروح في فمه. هذه ربي خلقنا، سبحان الله، سبحان الله، يروح يديرها في فمه، وهذه طبيعه. اللي ما يديرش هذا الطفل، اللي ما يديرش هذه الامور ماهوش عادي. احنا كنا صغار، يعني الام غير تشوف الطفله ونحي نحي، واش كاين في فمه، واش كاين يعني. ولذا ولذا ما لازمش الامهات او الاولياء يخبيوا على الطفل الا الاشياء التي تبدو لهم خطيره ومضره. يقول لك هذا المواد اللي ذكرتهم الطبيبه او حاجات او النار او كذا، لكن بعض الحاجات الصغيره التي لا تظهر لا تبدو بانها ستضر بالطفل، لكنها هي التي ستضر بالطفل اكثر. وراهي عطاتنا مثال الدكتوره مشكوره، حبه تاع كوكو، حبه كوكو، حبه تاع كوكو بالضبط، فاذا به كان يكلع الابره. بالضبط. ابره هذيك صغيره كيف تروح تجبدها له انت؟ اذا باش نردوا بالنا الطفل لابد باش نحيلو اي شيء. مهمه صعبه متعبه، ربي يعاونهم، ولكن في وجه اولادنا كل شيء يهون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. أنسة بوختيمي راكي معنا اليوم لانه سمعنا باللي صرا لك حادث هكذا، ماذا بينا تفهمينا هذا الحديث، وقتاش صرا لك، واش شربتي، وكيفاش داروا مالك، وكيفاش؟ تفضلي تفضلي. شربت جافيل. ايه شربت جافيل. هذا السائل هذا كان في قرعه ديالو ولا كان كما قالت الاستاذه في قرعه تاع ماء ولا تاع كازوز؟ كان في قرعه تاع كازوز. كان في قرعه تاع كازوز. دونك يا اولياء ما ديروش هاد لي برودوي في قرعه واحد اخرين، خلوهم في القرعه ديالهم. وانا من العطش تاعي ما انتبهتش رحت شربت وشربت بصحتي. شربتي حتى شربت ما حرقك ما والو. سي سي من بعد باش حرقني بواحد 7 سنين هكاك. ايه 7 سنين. دونك نو يعني نعرف شويه، مي تكلخت بيسكي كان في قرعه تاع كازوز. اي بالضبط بالضبط. تقولي بالك الكازوز هذا داير هكذا. اي ومن بعد، ومن بعد واش صرا؟ ومن بعد شربته، ومن بعد حاشاك قياوني وشربوا لي زيت زيتون. ايوا دونك داروا كاع واش ما لازمش انت. فوالا اكزاكتومون. دونك يا اولياء ما ديروش واش داروا لها، قيوها وشربوها زيت الزيتون. دونك ما لازمش تتصلوا بالحمايه المدنيه وترفدوا وليدكم تدوه للسبيطار اذا كان كنتوا بعاد، لانه شيء مهم كما قالت الدكتوره. هذاك القيء هذاك لو فوميسمون راهو يزيد يضر الطفل. إذن ما لازمش ديروه واش داروا له. والحمد لله على السلامه على كل حال. ومن بعد داوك للسبيطار؟ نو ما رحتش. اه ما رحتيش. حاجه ثالثه ثاني، دو وليدكم ولا بنتكم للسبيطار ثاني. نقول لك الحمد لله. الحمد لله. في كل الحالات راح تكون هكذا. بالضبط بالمرات الاولياء. شوفوا حالات وانا بطبيعتي نخاف من السبيطار اكثر من نخاف من الشرطة. صح خلاص هذه حاجه صرات، لازم تروحي للسبيطار. بالمرات الانسان ما يمرض هكذا في البيت ومن بعد يحس روحه مليح، انا نظن لازم غدوه مداك ولا هذاك النهار يروح للطبيب، لانك ما تقدرش تعرف هذه الاعراض من جوك، وخاصه طفل صغير يتناول برودوي هكذا. يا اخي استاذات شاطرين الراي، لازم يروح يعرض على طبيب، يعرض حتى وان الحاله تاعو تكون متماثله ولا باس عليه، ولكن
لازم يخضع للعلاج ولا بالضبط هكذا. انا نظن استاذ يوسفي لازم اللي يجاوب في الهاتف على رقم 14 لازم يقول لهم بالك وتقيوه بالك وترقدوه. لا والله قلت لك يعني كما تفضلت يعني من قبل واش قلت لكم حتى الهاتفي احنا نسموه الهاتفي الستونداريس إلي فورمي إلي فورمي بول سا يقدم نصائح ويقدم هكذاك الهدوء هذاك وكل شيء. من رغم من هذا الشيء هذا يعني من بين البرنامج اللي مسطراته المديريه العامه للحمايه المدنيه واللي هو معروف حتى في التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وهكذا احنا باش البرنامج باش نوصلوا مسعف لكل عائله. هذا هو الهدف تاعنا اللي حبينا نوصلوا له ان شاء الله. يعني هذا المسعف لكل عائله وعندنا احصائيات يعني كثيره كونا مش المئات الالوف يعني من الشعب الجزائري حتى باش توصلوا وباذن الله حتى يعني مسعف في كل عائله. والهاتفين تاعكم يقولوا لهم ما لازمش تقيوه ما لازمش اكيد اكيد ما لازمش يبدوا لهم نصيحه يقول لهم حتى السياره الاسعاف باش توصل عندكم هكذا ما لازمش تعمل هذه ما لازمش تعمل هذه حتى يصل عندك سياره الاسعاف مع من بين الاعوان الحمايه المدنيه موجود هناك طبيب. جميل. نعود نولي برك على الابتلاع هذه الاجسام الصلبه. احنا كمسعفين اولين احنا مش مختصين احنا مش اطباء عندنا طريقه يسموها طريقه هملش. طريقه هملش هذه يعني طريقه كيفاش نخرج الجسم الصلب من عند سواء من حجره تاع الطفل من حجره سواء الطفل او او كبير حد لان حتى الكبار تختلف هكذا يا احمد في حصص اخرى اذا حبيت شي يزيد نجيبوا حتى هكذا نوريك الطريقه كيفاش الرضع جميل والاطفال جميل والكبار لان حتى الكبير عندما يتلى هكذا نقولوها ان شاء الله هذا واحد لازم تكون معنا ان شاء الله نكون معكم ان شاء الله اكيد هذا شرف لنا يطول عمرك حتى الكبير يختنق ويتصرى لا بانيك وما يقدرش. نعرف واحد صديق كان ياكل في الساندويتش كان ياكل في الساندويتش في فوسروت يفسروت فات الاكل على القصبه الهوائيه مات. ايه يعني باسكو صحابه اللي كانوا معاه بالك ما عرفوش يديروا الاسعافات اللي تتكلم عليهم بالك شيء هكذا وكان الخطا الكبير تاع الامهات ولا كي واحد كي صارت حاجه صلبه ولا يدخلوا صباح الام تدخل صباحها في الفم وهي راهي الجسم الصلب هذاك يزيد تبعه لداخل راهي تزيد تبعه يعني يزيد يعني ما حتى كي يوصل المستشفى حتى الطبيب يسمي كومبليكاسيون باش يخرج هذاك باش بعيد باسكو راه بعيد. فيما يخص المدارس في المجال التربوي احنا نتصلوا يعني بالمديرين تاع سواء الابتدائي في الطور الابتدائي او المتوسط او الثانوي حسب ما اتذكر يعني حتى في الابتدائي عندهم درس تاع الحمايه المدنيه يتصلوا بنا احنا موجودين هذا هو الهدف تاعنا الرئيسي الحمد لله وهو التوعيه والتقديم احنا بس الهدف تاعنا هو الوقايه الحمد لله هكذا نجوا المدارس حبوا يجوا عندنا بما احنا الابواب تاعنا مفتوحه وجونا عدة مدارس واستقبلناهم الحمد لله وفهمناهم يشوفوا ويحب يعرف المدارس تحب تعرف دور تاع الحمايه المدنيه واش غايدير. احنا نعكسوا لهم النظريه احنا نقول لهم انتم الاولياء وانتم الاطفال انتم المربيين واش لازم ديروا باش تحميوا الطفل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والابواب تاعنا مفتوحه تاع الحمايه المدنيه وتشرفونا في اي وقت. ربي يطول عمرك ربي يطول عمرك. اذا ملاحظه دفعت نغتنم الفرصه من هذه الحصه باش ننبه الاولياء على واحد الحاجه انه الطفل يعني خارج عن المواد السائله والاخر ولكن الطفل لما يبتلع ينبيل بطاريه صغيره الطفل ما يقعدش في المنزل يعني ما نتهونوش عليه نخلوه في الدار وننعسوه في الدار لان بطاريه لما يتناولها الطفل فيها سيتوناز دونك تدخل في جسم الانسان وتبدا تتحلل قادره تحدث ثقوب في الجهاز الهضمي بالضبط دونك طفل صغير يعني الى بلع من باتري يعني بيلا ولا اولا احنا ماذا بينا يعني الطفل الصغير ماشي تاع الالعاب تاع البيل تاع البيل ولكن بالمرات يفتح هذيك اللعبه ويسيب البيلا اذا كان عنده ان جوي افيك اون بيل والا شافت الام باللي كلاها ولا شكت انه لازم تزربوا به لازم تديه للمستشفى لانه في اسرع وقت وتقول لهم باللي بلع اون بيل وكامل باللي انا بلع اون بيل ولا شكينا بلع اون بيل بالضبط اون في دي راديو نشوفوا اذا كان بلعها رانا راح نشوفوها ونخلوا الطفل تحت المراقبة وإذا استجاب بالحال أنه تجرى له عملية جراحية وهذا ما يصرى في أغلب الحالات باش نحيو هذيك البيلة وإذا ما تطلب الحال مراقبة صحية والأخر جميل جميل باش نعرفوا باللي اون بيل سي با كيلك شوز دو بانال هذه الله يبارك حاجة خطيرة على البطارية هذيك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح القيمة وأنتم كذلك يا أولياء تردوا بالكم على أولادكم اللي هم أولادنا وتحت جناحنا.
ولكن تقدروا كذلك تتواصلوا معنا عبر موقعنا الانترنت ولدنا تحت جناحنا.com اللي يظهر اسفل الشاشه، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. كذلك ولادكم هم ولدنا، لازم نحافظوا عليهم لانهم جيل الغد. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح ندرس. نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه، علم وحب وحنان. حب وحنان مسؤولة، حقها واجب مهما كان.